للمستقبل إن شاء الله القريب هناك دفتر شروط اللي راح يكون من خلاله. دفتر شروط الحالي يلزم من البنات بضرورة جمع التجميع الحالي. نعم. ولكن الفكرة الآن هي أنه تحديد كمية الحليب المجمع. ما تبقاش فكرة تجميع الحليب بدون مفتوحة. لازم نعم. تكون محددة. من خلالها راح نخليه عين ننسيتي ولا الملبنات باش يديروا قدرات ومجهودات اكبر لجمع الحليب. ومادام يجمع الحليب اكثر مادام راح يكون هناك انتاج الحليب الطازج اكثر، مادام راح ينقصوا من فاتوره الاستيراد والمستهلك راح يلقى ما تولي هناك تنافسيه فيما يخص الحليب الموجود على المستوى، يعني الحليب البقر راح ينقص شويه.